طهاتنا حياكم الله من جديد. كل المكونات اللي تبونه تبي تلقونه في سوق طاهي الإبل. والجزار علي يحتريكم علشان يساعدكم باختيار أفضل قطعة لحم للبر. ويعطيكم بعض النصايح اللي تبي تفيدكم إن شاء الله في هالجولة. والوقت اللي معكم لتحضير برجر الحاشي هو ساعة ونص. والله بالبرجر يعني الظاهر انه وقت كفايه انه بيحضر احلى برجر حاشي.